أعزائي الطلبة، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم في هذا اللقاء لنقاش بين زملائنا حول منهاج اللغة العربية للصف التاسع الأساسي. ستكون الجلسة حوارية مفتوحة على مراجعة هذا المنهاج ومحاولة تدليل بعض القضايا ربما يجدها الطالب فيها شيء من الصعوبة وربما تكون من المسلمات، لكن الهدف الأساسي هي تسليط الأضواء على مجموعة من المفاهيم في هذه المادة. أرحب بداية بالزميل الأستاذ لقمان الحمدان من محافظة حمص، وأيضا بالزميل الأستاذ يوسف حسون أيضا زميل من محافظة حلب. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. بداية نحاول أن نضيء شيئا على هذه المادة. سأبدأ بالبداية من مادة النصوص. لا يتسع لنا الوقت كي نناقش كل القصائد الموجودة في الكتاب، لكن أريد من حضرتك أنك توضح للطالب كيف سيتعامل مع هذه المادة، كيف سيجهز لها في المنزل، وكيف سيتعامل معها أيضا على ورقة الامتحان. فسنقسم الحوار بينك وبين الزميل يوسف. أستاذ لقمان، سلط الأضواء، كيف على الطالب أن يتعامل مع مادة النصوص الأدبية في المنزل حتى ننتقل بعد ذلك إلى الأستاذ يوسف وأيضا يعطينا من خبرته ومن توجيهاته كيف سيتعامل الطالب مع هذه المادة في ورقة الامتحان. تفضل. حياك الله. بداية على الطالب أن يقرأ النصوص قراءة متأنية يحاول فيها أن يسبر أغوار النص وأن يفهمه بشكله العام، ثم ينتقل إلى الفهم التفصيلي له، أي أن يفهم الفكرة العامة ومقولة النص الذي أو التي تتحدث عنها النصوص، ثم ينتقل إلى معاني الأبيات ويحاول أن يفهم المفردات والعاطفة والشعور الموجود في النص. لا بأس هنا من محاولة بسيطة لمحاولة تنمية مهارات الطلبة، تنمية المهارات من حيث محاولة فهم الأبيات ومحاولة صياغة الفكر ومحاولة تنمية مهارة الشرح لديهم، وأيضا محاولة معرفة الشعور العاطفي واستخراج موطن الشعور في البيت الشعري. بالنسبة للقصيدة فتح على نص من النصوص، بالبداية ماذا يجب على الطالب أن يقوم به خطوة بخطوة ليحيط بهذا النص؟ هو قد درس هذا النص خلال السنة بمساعدة مدرسه، والآن هو يقوم بمراجعة هذه النصوص في المنزل. عندما يفتح الطالب الكتاب ويبدأ باستعراض هذا النص، ما هي النصيحة التي توجه إليه؟ أنت تفضلت بمجموعة من التفاصيل. بالنسبة للمهارات اللغوية، هناك مجموعة من الألفاظ، ماذا تقترح له؟ صحيح، عليه أن يحاول أن يفهم معاني هذه الألفاظ، وأن يحاول أن يأخذ المعنى المعجمي وأن يفهم المعنى السياقي لها. ممتاز. إذن نحن نريد من الطالب أن يفهم المعنى المعجمي وأيضا معنى السياقي للكلمة، ولابد له أيضا أن يدون هذا الأمر على ورقة خارجية حتى تترسخ المعلومة. طيب نعم، سأنتقل أيضا وأحاول أن أمازج بين بينك وبين الزميل يوسف. أستاذ يوسف، عندما فهم هذه الألفاظ وأيضا تلمسها، الآن يكون قد وضع لبنة أساسية بأن البيت إذا ما عاد إليه وبدأ بتفكيكه هناك مهمة ثانية. ماذا أيضا تقول لي الأبناء الطلبة كيف سيتعاملون مع الأبيات؟ بداية تعاملوا مع الألفاظ، ثانيا الآن بعد أن فهم معاني الألفاظ بشكل معجمي وبشكل سياقي، عليه أن يدخل إلى أعماق النص وأن يبدأ بتفكيك الأبيات وأن يحدد المعاني التفصيلية في كل بيت. مثلا من يخاطب الشاعر؟ ماذا يريد الشاعر أن يقول؟
عما يتحدث الشاعر هنا؟ ما الرسالة التي يريد إيصالها؟ ما فكرة البيت؟ ويبدأ بتفكيك الأبيات بيتا بيتا ليصل في المحصلة إلى معنى القصيدة بشكل عام. نعم. وتفصيلي. إذن ويساعده في ذلك الأسئلة الموجودة خلف القصائد. نعم. فالأسئلة تتسلسل من العموم إلى الخصوص مستهدفة الأبيات الأساسية، فتفكك معانيها وتوضح له تلك المعاني. نعم. إذن بالبداية بدأ بالمهارات اللغوية، بعد ذلك انتقل إلى تفكيك الأبيات، وكان هناك مجموعة من الأسئلة موجودة في الكتاب، بدأ يسترشد بهذه الأسئلة حتى سار بين طيات النص وأخذ المعلومات لهذه القصيدة، فكون مجموعة من المفاهيم، مجموعة من أيضا من الزاد اللغوي الذي سيردفه للخطوة الثانية. هناك مجموعة من الأسئلة تختص بالمشاعر، هناك مجموعة من الأسئلة تختص بالمحسنات، هناك مجموعة يعني من الأسئلة موجودة في القصيدة أخذت كما تفضلت أستاذ لقمان، انتقلنا من العام إلى الخاص، بعد ذلك إلى الجوانب التذوقية. هل هناك من أيضا يعني إرشاد ما للطلبة بالنسبة لل يعني أسئلة التذوق؟ التذوق يتبع حالة فهم النص، فإذا ما فهم الطالب النص فهما جميلا وحاول أن يسبر المعاني، فإن عملية التذوق هنا تصبح عملية آلية بسيطة. طبعا إذن التذوق مرتبط ارتباط كلي بالنص. نعم. يبدأ بعدها بمحاولة سبر المشاعر كخطوة أولية لعملية التذوق، فيحاول أن يفهم الشعور الموجود وأن يستخرجه من الأبيات، أي لكل بيت شعور عاطفي، هذا الشعور يتكون من دفقات متنوعة تحملها الألفاظ في ظلال الأبيات، وعليه هنا أن يتلمسها، ثم يحاول أن ينتقل مثلا إلى المحسنات البديعية. نعم. طبعا المحسنات البديعية هنا يمكن له أن يأخذ الطباق مثلا، ويحاول أن ينظر إلى المحسنات التي وضعها المنهاج له في مقرره، ويحاول أن يطبق المحسنات على النصوص الموجودة أمامه، وأيضا يمكن له أن ينظر إلى جمالية الصور في النص. بالنسبة لفكرة المشاعر، بعض الطلبة عندما نقول له ما الشعور العاطفي الذي تجلى في البيت، أحيانا يأخذ يعني الشعور، هو يتمثل الشعور، وأحيانا يعني يلامس شعور الشاعر. يعني هل هناك من فرق أستاذ يوسف بين أنه وكأنني عندما أقول له ما الشعور العاطفي الذي تجلى في البيت، هل الطالب سيذكر يعني شعوره أم سيذكر الشعور الذي انتاب الشاعر في أثناء نظمه لهذه القصيدة؟ وهذه نقطة حساسة أيضا يجب أن نرشد الطلبة إليها. كثيرا ما يزل الطلاب في هذه النقطة كما ذكرت أستاذ ناصر، يجب عليه أن يأخذ شعور الشاعر. نعم. الذي ظهر في هذا البيت. أذكر في إحدى المرات أتوا ببيت خليل مردنبيك، غضبت لأمة منها معد فأرضيت العروبة والإله، ما الشعور العاطفي في هذا البيت؟ الطلاب مباشرة ذهبوا إلى كلمة غضبت، قالوا الشعور هو الغضب، غضبت لأمة منها معد، هذا حديث عن يوسف العظمي. نعم. هو الذي غضب. نعم. وبناء على غضبه أرضى العروبة والإله. نعم. أما شعور الشاعر تجاه يوسف العظمي فهو الإعجاب والاعتزاز والتقدير. صحيح. فيجب أن يميز الطالب بين المشاعر التي قد تذكر عرضا في البيت وليست منسجمة مع ما يريد الشاعر، وبين شعور الشاعر تجاه ما يتحدث عنه، أو قد يتخيل الطالب أن هذا هو الشعور بناء على شعوره الشخصي. نعم. لا، المقصود كما ذكرنا شعور الشاعر. إذن المقصود دائما وأبدا أن يجعل الطالب نفسه مكان الشاعر، أن يتمثل هذه الحالة. نعم. نعم. ثم يذهب إلى الشعور المناسب. نعم. بالنسبة للمشاعر، يعني دائما وأبدا الطالب يعني ربما يدخل بجانب من يعني العشوائية في اختيار الشعور. نحن نعلم أن الأبيات تتجه بمسارين، مسار أحيانا إيجابي ومسار سلبي. ما هي المشاعر التي يمكن أن تخطر في بال يعني الطلبة
إذا كان ما يعني البيت يتجه بمضمونه إلى الجوانب السلبية، وما هي المشاعر التي ربما تخطر في باله إذا ما كان توجه البيت في الجانب الإيجابي. فقط استعراض سريع، لا نريد أن نحيط بها بشكل يعني وافٍ لأن البحث يعني طويل، لكن للاستئناس بالنسبة للطلبة. لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي في الأبيات فهو يحمل دفقات شعورية متنوعة، منها مثلا التفاؤل. إذن التفاؤل هو شعور إيجابي، نعم صحيح. منها مثلا نعم. الأمل. الأمل. الحب. الحب. الإعجاب. الإعجاب. ولو نظرنا أيضا إلى الجانب السلبي، أحيانا قد يحمل البيت جانبا سلبيا، لو وجدنا مثلا الغضب أو السخط. نعم. أو الألم أو الحزن. نعم. وهذا يتبع مفهوم البيت ويتبع المعاني التي يتضمنها كل بيت. نعم، أنا بالنسبة لي يعني أرى من وجهة نظري بأن الطالب يجب عليه أن ينظر إلى البيت يعني نظرة شاملة وكلية، وإلى أين تتجه بؤرة هذا البيت. أحيانا يأخذ جملة ربما تكون إيجابية في يعني بدايتها، لكن الهدف البيت يأخذهما إلى جانب سلبي أو العكس، ربما يكون البيت قد افتتح بجانب سلبي لكن الهدف هو أعمق من ذلك فهو جانب ما إيجابي. يعني عندما قال الأستاذ يوسف غضبت لأمة، يعني هو يظن ماذا؟ بأن البيت هو سلبي، هناك شيء يعني انتاب مثلا الطالب تصور ما. عندما يقول عن هذا البطل بأنه غضب لهذه الأمة ودافع عنها فأرضى العروبة وأرضى الإله، فإذن يعني بؤرة البيت تتجه باتجاه تعظيم يعني البطل يوسف العظمة. وعندما يكون هناك حالة من مدح يقف الطالب على مفترق من الطرق، إذا كان المدح والتعظيم خاص بشخصية الشاعر أو بالذات الجماعية للشاعر فتصبح المشاعر متجهة باتجاه الاعتزاز والافتخار، وعندما يمدح لكن هذا المدح هو خارج عن ذاتية الشاعر الذاتية والجماعية فيصبح هناك الشعور قد التف باتجاه الإعجاب. هذا بالنسبة لي الأمر يعني كيف يتعامل مع القصيدة. الآن سننتقل يعني ما هي النصيحة للطلبة قبل أن ندخل في مجال مراجعة المنهاج بالنسبة لي يعني مجالات أخرى في المادة. كيف سيتعامل الطالب أستاذ يوسف مع ورقة الامتحان بما يختص بمادة النصوص؟ يعني نحن ما زلنا الآن في الجزء الأول من يعني المادة. قلنا للطالب كيف يجب عليه أن يتعامل مع القصيدة، كيف يجب عليه أن يفكك القصيدة، كيف يجب عليه أن يجمع مجموعة من المهارات اللغوية، فهمها، قام بحل الأسئلة. قدمنا نصيحة وإن كانت سريعة بالنسبة للمشاعر ربما الطالب يعني يقع في هذا المطب، وقلنا عليه أن يعني أنا ألخص الآن عليه أن يتمثل شعور الشاعر، وفصلنا له أن هناك مجموعة من المشاعر السلبية كما قال الأستاذ لقمان وهناك مشاعر إيجابية حتى يتجه مع الشاعر. بالنسبة للمشاعر الإيجابية نحن هناك قلت أستاذ لقمان التفاؤل، هناك الحب، هناك الأمل، هناك الإعجاب، هناك الافتخار، هناك أيضا الفرح والسعادة. أما بالنسبة للمشاعر السلبية هناك الحزن والألم والأسى، هناك الحسرة، هناك الاستنكار، هناك الكره، هناك الخوف، وهناك اليأس والتشاؤم. عندما يقرأ الطالب البيت فصل مباشرة في أي مأخذ يعني يتجه في الجانب السلبي فأصر على المشاعر، أنا سأفتش في هذه المشاعر، في الجانب الإيجابي أفتش في هذه المشاعر. الآن عرف هذه الأمور، درس، تمكن من المادة، كيف سيتعامل أستاذ يوسف مع ورقة الامتحان في هذا المجال فقط؟ أولا على الطالب أن يقرأ الورقة الامتحانية خصوصا في النصوص قراءة متأنية وفاهمة وكاملة، وأعني بذلك أن يبدأ الطالب بالقراءة من قال الشاعر كذا. أحيانا تأتي هدية ثمينة إضاءة على محتوى النص، مثلا قال الشاعر ممجدا دمشق ومقدرا تضحيات المرأة السورية في إحدى الدورات مثلا. هذه الفكرة أو هذا التمهيد الخارجي أضاء النص الذي بين يدي الطالب، فهذه هدية ثمينة يجب على الطالب أن يستفيد منها، هي تقريبا يعني تذكير له بهذا النص
مضمون بمضمونه. الآن يبدأ بقراءة الأبيات قراءة دقيقة، لأنه سيصادف بيتا خارجيا يجب أن يدرك موقعه ضمن هذه الأبيات. ربما سيصادف بيت، يعني أحيانا بيت، أحيانا أكثر من بيت، أكثر من بيت. تمام. وهناك هدية أخرى هي شرح المفردات التي توجد في ورقة الأسئلة. يجب على الطالب أن يقرأها، فلولا أهمية هذه المفردات بالنسبة لما سيأتي من أسئلة لما وضعت في ورقة الأسئلة. وكثيرا ما يقف الطالب أمام كلمة في الامتحان مع أنها مشروحة لا يراها جيدا، يعني يقف عاجزا عن معرفة هذه الكلمة والكلمة أمامه مشروحة، تسرعا في الذهاب إلى الأسئلة، فعليه أن يقرأ شرح المفردات. الآن يبدأ بالأسئلة، الأسئلة متدرجة، تبدأ بالمهارات اللغوية، وأسئلة المهارات اللغوية تدرب عليها الطالب مرارا، ما جمع، ما مفرد، ما مثنى، ما مرادف، ما ضد، أو معنى كلمة ضمن السياق. ويجب أن ينتبه الطالب هنا إلى هذه النقطة، إذا طلب منه مرادف يختلف عن معنى كلمة ضمن السياق، فيجب أن يقرأ السؤال قراءة جيدة. أنا أتحدث الآن عن الأمر بشكل عمومي، يعني بالغالب يأتيه الآن سؤال أنسب فكرتين إلى موطنهما، ثم تأتي الأسئلة التفصيلية عن كل بيت. الآن يجب أن ينتبه الطالب، غالبا ما تكون الأسئلة مقفلة بمعنى من فهمك البيت الثالث كذا، فلا يجوز أن يذهب الطالب إلى البيت الرابع. ونفاجأ أحيانا في تصحيح شهادة التعليم الأساسية أن الطالب ترك البيت الثالث ذهب إلى الرابع، مع أن السؤال مقفل في البداية، السؤال موجه، وقد يكون موجه في النهاية. نعم. يعني كما تجلى في البيت الثالث. فيجب أن يلتزم الطالب بهذه النقطة. تأتيه طبعا، يأتيه سؤال الشرح، سؤال محدد ولبيت محدد، ثم ينتقل واضع الأسئلة إلى سؤال الشعور العاطفي مع تحديد الموطن، وهو كما ذكرنا قبل قليل. في موضوع الشعور العاطفي، يعني يجب أن يتجنب الطالب بعض الكلمات التي يظن أنها مشاعر وهي ليست كذلك. فنحن هنا نتحدث عن شعور عاطفي، مثلا يشيع بين الطلاب شعور الفخر، وهو ليس بشعور، إنما هو غرض شعري. وأمثلة كثيرة أخرى، بعض الطلاب يضع الشجاعة، أحدهم مثلا وضع مرة الطهارة، هذه كلها ليست مشاعر عاطفية يجب أن يتجنبها الطالب. تأتي لاحقا أسئلة البلاغة ودروس البلاغة التي تناولها الطالب في الكتاب، التشبيه تام الأركان والتشبيه البليغ، هذا بالنسبة لدرس التشبيه، والخبر والإنشاء، وطبعا الكناية، وطبعا المحسنات البديعية التي أخذها في السنوات السابقة وأخذها تباعا في الصف التاسع بشكل موزع. ينتقل لاحقا إلى أسئلة الحفظ، أكتب ثلاثة أبيات. وبالنسبة لأكتب ثلاثة أبيات، عليه أن يكتب كتابة صحيحة من حيث الرواية والإملاء، فلا يزيد ولا ينقص، ويجب عليه أن يضع التضعيف والتنوين. وهناك سؤال، أنسب البيت إلى قائله، وهذا يتعلق بنسبة البيت نسبة صحيحة إلى قائله. ويأتيني في نهاية أسئلة النصوص سؤال الضبط، يجب أن ينتبه الطالب هنا أيضا إلى صيغة السؤال، قد يكون اضبط ما تحته خط فيلتزم بضبط ما تحته خط، أو اضبط أواخر الكلمات في البيت الآتي فعليه أن يضبط الأواخر كلها. وفي حال كان هناك يعني اتصل بالكلمة ضمير، فلا بأس من أن يضبط آخر الكلمة وأن يضبط الضمير أيضا، فهذا أفضل وأكمل وأضمن. جميل هذا الكلام، وخاصة يعني أنت سلطت الأضواء بأن بعض القصائد تشرح فيها مجموعة من الألفاظ، وعلى الطالب أن يدرك بأن هذه الشروحات لم يعني توضع في ورقة الامتحان جزافا، ولكن لها هدف بأنها سترشد الطالب ويعني تسير معه لكي يتلمس مضمون البيت. فدائما وأبدا مجموعة من الألفاظ تشرح على يمين أو يسار القصيدة أو في أسفلها، على الطالب أن يستثمر هذه الشروحات حتى يفهم الأبيات. الآن سأنتقل إلى الجانب الآخر، وأنا يعني بالبداية قلنا لا يمكننا أن نسلط الأضواء على
يعني شروحات القصائد في هذا اللقاء، لأن القصائد أيضا يعني كثيرة ومتشعبة، ربما كل قصيدة تحتاج إلى جلسة حوارية كاملة. الآن سنتوجه إلى مجموعة من النصائح بالنسبة لمنهاج القواعد، وأريد أن يعني نعطي يعني بالتفصيل ومن دون عموميات كما فعلنا بالنصوص. أستاذ لقمان، نحن الكتاب هل بالإمكان أن يعني تبسط لنا ما هي محتويات الكتاب بالنسبة لمنهاج القواعد أو النحو؟ ركز الكتاب على المنصوبات نوعا ما، فنجده تطرق إلى درس المفعول به، ثم إلى درس المفعول فيه، ثم إلى المفعول لأجله، ثم إلى المفعول المطلق، ثم إلى الحال، ثم إلى التمييز، ثم إلى المنادى. فقد أجمل الكتاب بين طياته المنصوبات إجمالا. إذن جمع المنصوبات. نعم صحيح. فنجد مثلا هذا التنوع قد أثرى الكتاب بأسلوب جميل، ونجده قد بدأ من المفعول به الذي مر معه سابقا. والمفعول به يعني نحن نعلم أنه اسم منصوب يدل على من أو ما وقع عليه فعل الفاعل. فنجد أن الطالب هنا قد امتلك مرتكزا معرفيا سابقا بدراسته في المراحل السابقة، وقد تطرق إلى دروس منها الفاعل ومنها المفعول به، وقد أتى الكتاب الآن ليعزز هذه المهارة وليعزز عملية استنباطها. فنجد مثلا أنه قد تطرق إلى علامة النصب هنا. نعم. كيف ينصب المفعول به وما هي علامة نصبه؟ ونجده قد فرع عملية النصب مثلا إلى الفتحة، وهي إذا كان اسما مفردا أو إذا كان جمع تكسير. كما نجده أحيانا قد تطرق إلى أنا أفضل يعني أستاذ لقمان أن يعني نضع الطالب دائما بأمثلة تعزز هذا الأمر، وإن كانت ارتجالية. إذا أردت أن تعرض أيضا شيئا للتوضيح أيضا بالإمكان، حتى نسلط الأضواء على هذا الدرس بشكل يعني خاص، ثم تنتقل إلى درس آخر، وإن كان باستعراض بشكل سريع إذا بتريد. بداية مع المفعول به، طبعا المفعول به قد ينصب بالفتحة، وكمثال على ذلك قول الشاعر: شممت تربك لا زلفى ولا ملقى. فنجد أن الفعل شممت قد أخذ فاعله وهو التاء الضمير المتصل، وقد أخذ المفعول به، لكن الاسم الذي وقع عليه الفعل هو تربك، وهو مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صحيح. ولا بد للطالب هنا أن يعرب الضمير، لأن امتحانيا قد يسأل على كلمة تتضمن ضميرا ما. طبعا قد ورد في سياق جملة ما وقد اتصل بضمير، يجب عليه أيضا أن يعرب المفعول به والضمير معا، هكذا يعني المقصود؟ تماما. والكاف هنا ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. وأيضا نجد أن المفعول به ينصب بالفتحة إن كان جمع تكسير، وكمثال على ذلك قول الشاعر: تشرين حطم جدار الصمت واروي لنا من الملاحم فصلا يسكر الحقبة. نجد هنا أن لفظة الحقبة هي جمع تكسير لحقبة، حقبة تجمع على حقب، ونجد أنها من ناحية الإعراب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والألف هنا هي للإطلاق، وقد ينصب المفعول به بالياء طبعا إن كان مثنى، مثل: أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزند. طبعا أرى أخويك، نجد هنا أن المثنى أخويك قد نصب بالياء. ولكن هنا بعض الطلبة يخطئون، وسوف أنتقل الآن إلى فكرة النصب بالكسرة. بعض الطلبة، كثير من الطلبة ما يخطئون بأن المفعول به هو من المنصوبات، لكن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. فنجد مثال:
وزعي أو وزع خيراتك. فنجد هنا أن خيراتك هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. نستطيع أن نجمل الآن بأن المفعول به قد ينصب بالفتحة وقد ينصب بالياء وقد ينصب أيضا بالكسرة في حالات قليلة. وأيضا هنا يمكن أن ترفد هذه القاعدة بشيء إضافي بسيط وهي في الأسماء الخمسة. فنجد أن علامة نصب المفعول به إن كان من الأسماء الخمسة هي الألف. ما هي علامات النصب؟ الفتحة إذا كان المفعول به في حالة أو جمع تكسير. صحيح. به في حالة جمع المؤنث السالم. صحيح. وهي إذا كان المفعول به في حالة التثنية أو في حالة جمع المذكر السالم. وأنت يعني أنا أقرأ على الشاشة كفأتوا المتفوقين، هل هناك يعني ضير إذا ما عربت لنا يعني أستاذ لقمان فقط كلمة المتفوق بشكل سريع؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. طبعا من المعروف أن جمع المذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. الآن تناولت علامة النصب، الآن ستتناول أنا أقرأ على الشاشة أنواع المفعول به، ما هي الحالات التي يأتي بها المفعول به؟ وإن كان الاستعراض يعني يوجه بشكل سريع حتى نستطيع أن نسلط الأضواء على عدد من الدروس. أيضا بشكل سريع أستاذ لقمان، أنواعه طبعا يأتي المفعول به اسم ظاهر مثل يا طائر الباني قد هيشت أحزاني، فنجد أن لفظة أحزان هي اسم ظاهر. وأيضا قد يأتي ضمير متصل بشكل ضمير متصل، وزدتني طربا يا طائر الباني. طبعا الياء في عند اتصالها بالفعل وزدتني تعرب على أنها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأيضا قد يأتي الضمير أو يأتي المفعول به ضميرا منفصلا كقوله تعالى إياك نعبد. طبعا إياك هي ضمير نصب منفصل وتعرب على أنها مفعول به هنا، ونجد هنا أن الضمير قد تقدم على الفعل في هذا الموضع. وقد يأتي المفعول به على أنه جملة فعلية كقول الشاعر أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. فنجد أن الجملة حل في مالنا نزر جملة فعلية تعرب على أنها مقول القول في محل نصب مفعول به. وكذلك قد يأتي المفعول به على أنه جملة اسمية قال إني عبد الله، فنجد أن الجملة هنا إني عبد الله هي أيضا جملة اسمية مقول القول تعرب على أنها في محل نصب مفعول به. وقد يأتي المفعول به على أنه مصدر مؤول، وكثير من الطلبة لا يتقنون إعراب المصدر المؤول. سوف أحاول أن أجز إعراب المصدر المؤول هنا ببساطة ويسر. طبعا الجملة التي أخذت كمثال أستطيع أن أحمل الكيسة. لو نظرنا إلى المصدر المؤول، المصدر المؤول عادة ما يتكون من أن وما بعدها أو من أن وما بعدها أو من ما المصدرية وما بعدها. وأنظر إلى الفعل أحمل وأحاول أن أقدر المصدر الصريح لهذا الفعل. ما مصدر أحمل حمل حملا؟ الآن أحاول أن أستعيض العبارة أن أحمل الكيسة بالمصدر الصريح مباشرة فتصبح أستطيع حمل الكيس. الآن أحاول أن أعرب هذا المصدر، ماذا أعرب حمله؟ ألاحظ أن الجملة بدأت بالفعل أستطيع وهي فعل مضارع والفاعل أنا، والفعل أستطيع هو فعل متعد أي يتعدى إلى مفعول به. فنجد هنا أن المصدر الصريح حملة يعرب على أنه مفعول به. ولو نظرت إلى هذه الجملة أعرب المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب
مفعول به. وأيضا من المعروف أن ترتيب الجملة الفعلية في اللغة العربية تكون وفق الآتي: يأتي الفعل أولا، ثم الفاعل ثانيا، ثم المفعول به ثالثا، فهو المتأخر في الجملة الفعلية. وأيضا قد تتعدى أو يتعدى الفعل إلى أكثر من مفعول به، وذلك وفق بعض المعاني التي سوف يدرسها الطالب في مراحل دراسية لاحقة. مفعول به كي يستطيع أن يتلمس المفعول به ضمن الجملة، وبعد ذلك يعني يعرف علامات المفعول به، ثم ينتقل إلى الخطوة الثالثة وهي أنواع المفعول به كما تفضلت، عندما يأتي بحالة يعني أنه اسم ظاهر، ضمير متصل أو ضمير منفصل، وبعد ذلك جملة بنوعيها جملة فعلية أو اسمية أو يعني درس آخر. هل أيضا بالإمكان أن تعرض لنا يعني درسا آخر مما يقوم يوسف أيضا ويريحك بعرض أيضا درس أو عرض درسين؟ نعم طبعا سوف أتطرق الآن إلى درس المفعول فيه، ولا بأس بداية من أن نتطرق إلى ما معنى العنوان وهو مفعول فيه. في الحقيقة لو نظرنا إلى هذا العنوان لوجدناه يتكون من كلمتين: الكلمة الأولى مفعول، أي أن هذا الاسم يعد من المفعولات. وللملاحظة هنا أن المفعولات تأخذ باب المنصوبات، أي أنه من الأسماء المنصوبة. ولو نظرنا إلى معنى فيه يحتمل معنى الاحتواء، فأنا عندما أقول مثلا على سبيل المثال جئت يوما، يكون المعنى جئت في يوم، لذلك هي تحمل معنى مفعول أي أنه من المنصوبات، وتحمل معنى فيه أي تحمل معنى الاحتواء. ولو نظرنا إلى التعريف البسيط الذي أوجزه لنا الكتاب، هو اسم منصوب، أي بدأ التعريف بتحديد موقع هذا الاسم في عملية الإعراب. فنحن نعرف أن الأسماء قد تكون من المرفوعات أو من المنصوبات أو من المجرورات، فأخذ الكتاب التعريف هنا بأن بدأ هو اسم منصوب يذكر لتحديد زمان أو مكان حدوث الفعل. وقد تضمن التعريف هنا نوعي المفعول فيه، وهما أن يكون إما لظرف الزمان أو لظرف المكان. لذلك نجد هنا قول الشاعر: أموية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. لو لاحظنا الشطر الثاني: إذا جاء يوما، المفعول فيه هنا هو يوما، وهو الذي دل على زمان المجيء أي زمان الفعل جاء. ولو نظرنا هو حقا من المنصوبات، لاحظ النصب فوقه يوما، وأيضا يتضمن معنى فيه أي جاء في يوم. ويقول يعني هنا من ناحية الإعراب: يوما مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولا بد من التعليق، أي أن الكلام في العربية يحمل التعليق في شبه الجملة، وشبه الجملة تتكون إما من جار ومجرور أو من ظرف. وهنا الطالب الأسهل عليه أن يعلق بالفعل جاء، لأن المعنى ارتبط به والظرف هو الذي حدد زمان الفعل. ولو نظرنا إلى ظرف المكان، سوف نأخذ مثال من قصيدة الجواهري عندما يقول: راحت تمزق كل الهازئين بها، وحولك ساقطت مهزوزة مزقة. طبعا لو نظرنا إلى المفعول حولك لوجدناه هنا أيضا مفعول فيه ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وأيضا اتصل به ضمير وهو الكاف. ولا بد هنا من التطرق إلى إعراب الضمائر، ومن المعروف أن الكاف ضمير متصل مبني على الجر في محل جر بالإضافة. مشكور أستاذ لقمان، يعني أنا أريد فقط أن
هنا وأنت قسمت المفعول فيه إلى نوعين، نوع ظرف زمان والنوع الآخر ظرف مكان. وبالنسبة للبيت الذي عرض أماوية، إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما، يعني الطالب إذا جاء السائل يوم، صحيح، يعني حتى لا يتوهم الطالب جاء يوم يظنها بحالة الفاعلية وكأنها فاعل. هنا قصد الشاعر إذا جاء السائل يوما حل ماذا يقول الآن، أنه لا أقول له حل في مالنا نزر. صحيح. يعني تغيير نظام الكمبيوتر، أنا أعلم بأن الكسرة قد وردت تحت التضعيف وهي بسبب يعني تغيير الفلاشي. نعم. بالنسبة للتعليق أيضا أشرت، سننتقل إلى درس آخر عرضنا به وحددنا الأنواع وحددنا أيضا علامات النصب، وأيضا انتقلنا بعد ذلك إلى المفعول فيه، بعد التعريف انتقلنا إلى الأنواع وبعد ذلك إلى التعليق. هل من يعني إضافة تريد قبل أن يعني يأخذ دفة الشرح الأستاذ يوسف؟ فقط أنا تطرقت إلى عملية التعليق، إلى ما يخص التعليق بالفعل، لكن أحيانا قد يعلق بما يشبه الفعل، فعلينا هنا أن نسلط الضوء قليلا على معنى ما يشبه الفعل، وهو المشتقات أو اسم الفعل أو أحيانا المصدر. ولو نظرنا إلى المثال، العصفور واقف فوق الغصن، طبعا نلحظ الظرف هنا فوق، وهو الذي دل على مكان وقوف العصفور. ولو نظرنا إلى هذا المفعول فيه ظرف مكان لابد من تعليقه، لوجدنا أن اسم الفاعل يشبه من ناحية المعنى الفعل المضارع، أي من ناحية المعنى، المعنى يقترب من أن يكون العصفور يقف فوق الغصن. فهنا يمكن التعليق بما يشبه الفعل هنا، وهو اسم الفاعل واقف، فنقول متعلق باسم الفاعل واقف. دروس القواعد كثيرة، لديك الحرية، هل ستبقى في بحث المنصوبات وتستعرض لنا ما يجب على يعني علينا أن نقدم للطالب؟ الآن هو الطالب في يعني حالة قراءة ومراجعة، أم إذا منصوبات الخيار لك؟ فقط سأضيف على ما قاله الأستاذ لقمان أن تعريف المفعول فيه إذا اختل شرط من هذه الشروط خرجت الكلمة من الظرفية، يعني إذا لم تحدد الكلمة زمان حدوث الفعل أصبحت خارج المفعول فيه ظرف الزمان. تماما، كان الصباح جميلا، إلى حسب مكانها في الجملة، فيجب أن ينتبه الطالب جيدا إلى هذه النقطة. تماما. عندما تخرج عن التعريف الأساسي إلا أن يجب أن تذكر حالة محددة وهي تحدد زمان أو مكان حدوث الفعل، وهذه الإشارة يجب على الطالب أيضا أن يتيقظ لها في التعريف. مشكور. وأيضا ظروف المكان قد تسبق بحروف جر، فإذا سبق ظرف المكان بحرف جر أصبح اسما مجرورا وخسر حركته وخسر إعراب المفعولية. الآن لو أردنا أن نذهب باتجاه المفعول لأجله، سنجد أن المفعول لأجله مصدر قلبي يبدأ بهذه الشروط الدقيقة، هو أولا مصدر، وهذا المصدر هو مصدر قلبي يدل على المشاعر والأحاسيس، وهو منصوب لأنه من أسرة المنصوبات. أما وظيفته في الجملة فأنه يبين سبب حدوث الفعل الذي قبله. فلو أردنا أن نأخذ على سبيل المثال قول عنترة، يقول يسري بجارية تنهل أدمعها شوقا إلى وطن ناء وجيراني. فلدينا هنا شوقا، كلمة شوقا مصدر، وهذا المصدر قلبي دل على المشاعر والأحاسيس، والمصدر القلبي منصوب، ووظيفة هذا المصدر
أن يبين سبب حدوث الفعل الذي قبله وهو تنهل أدمعها. فسبب انهلال دموع عبلة أنها مشتاقة إلى وطنها وجيرانها. تمام. انطبق عليه شروط المفعول لأجله. نعم. طبعا المفعول لأجله كما ذكرنا في التعريف قد يأتي مصدرا قلبيا، ولكن هذا المصدر القلبي الذي يأخذ وظيفة تبيين سبب حدوث الفعل قد يأتي مجرورا بمن أو اللام. وهنا عندما أقول قد يأتي مجرورا أي أن الأمر جواز، بإمكانك أن تأتي به على صورته الأصلية وبإمكانك أن تسبقه بحرف الجر. فمثلا لو قلنا طاف في الحي لبغية الدفء، هذه الجملة صحيحة. وأستطيع أن أقول أيضا طاف في الحي بغية الدفء على الأصل، فأجعل بغية هنا على حالها مفعولا لأجله. أما إذا سبقتها باللام وهذا شيء صحيح فإنها تخسر إعرابها، يعني لا تبقى مفعولا لأجله، تصبح اللام حرف جر وبغية اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ومثل ذلك ابتغى ملجأ من مخافة مطر، أستطيع أن أقول ذلك، وأستطيع أن أقول أيضا ابتغى ملجأ مخافة مطر. كانت كلمة مخافة مفعولا لأجله، بيّنت سبب الفعل الذي قبلها ابتغى، ولكنها عندما سبقت بمن خسرت إعراب المفعول لأجله وأصبحت اسما مجرورا كما ذكرنا، وهذا الأمر جوازا. ولكن إذا كان الاسم المبين سبب حدوث الفعل مصدرا غير قلبي، عندها يجب أن نجره بحرف الجر من أو اللام. كما لو قلت سكن المدينة للعمل، فللعمل هنا بيّنت سبب السكن، ولكن العمل مصدر غير قلبي، فيتوجب علينا هنا أن نجره بحرف الجر. فلو سئل الطالب علل جر الاسم المبين سبب حدوث الفعل، فعليه أن يجيب لأن المصدر غير قلبي. هذا فيما يتعلق بالمفعول لأجله. لو أردنا مثلا أن ننتقل إلى المفعول المطلق، ما يميز المفعول المطلق عن غيره من المنصوبات أنه مصدر، هذه في البداية. المفعول لأجله كان مصدرا قلبيا، هذا مصدر على الإطلاق، منصوب لأنه من أسرة المنصوبات. ولكن ما يميز المفعول المطلق أنه من لفظ الفعل ويأتي بعده، هو من لفظ الفعل الذي قبله. يعني أقول انتصر انتصارا، هذا أكثر ما يميز المفعول المطلق. ويأتي المفعول المطلق بعد الفعل ليؤدي مجموعة وظائف. الوظيفة الأولى أنه يؤكد المعنى المضمن في هذا الفعل. ومن ذلك قول عبد الرحمن حيدر أجولان العروبة مد عطفا على الآفاق يلتهب التهابة. المفعول المطلق هنا التهابة، جاء مصدرا منصوبا من لفظ الفعل الذي قبله يلتهب، والمعنى الذي أداه هنا أنه أكد معنى الفعل يلتهب. وقد يفيد المفعول المطلق بيان النوع كما في هذه العبارة وزع الأب ثروته توزيعا عادلا. فهنا المفعول المطلق هو توزيعا، ونلاحظ أن هذا المفعول المطلق أتبع بصفة هي عادلا، والغاية من ذلك تبيين نوع التوزيع الذي قام به الأب. فعندما قلت وزع الأب ثروته، يا ترى كيف وزع الأب الثروة؟ توزيعا عادلا، توزيعا جائرا، توزيعا منصفا؟ الأمر يحتمل الكثير. فجاء المفعول المطلق وبعده صفته ليبين نوع التوزيع. وقد يأتي المفعول المطلق ليبين عدد مرات حدوث الفعل، كما لو قلت
زرت المكتبة زيارتين. فزيارتين مصدر منصوب من لفظ الفعل الذي قبله زرت، وكلمة زيارتين مباشرة تكشف لنا عن عدد مرات الزيارة. الآن قد يسأل الطالب استخرج من البيت مفعولا مطلقا وبين نوعه. كما ذكرنا قبل قليل يفتش عن المصدر المنصوب الذي جاء من لفظ الفعل، ثم يضع في ذهنه مخططا ما. يفترض أولا أن هذا المفعول المطلق هو لبيان النوع، ويبدأ بالتأكد من هذه الفرضية. إذا كان المفعول المطلق لبيان النوع وجب أن يكون موصوفا، يعني أن تأتي بعده صفة كما في هذه العبارة، أو أن يكون مضافا، أن يأتي بعده مضاف إليه، كما لو قلت درست دراسة المجد، فهنا دراسة مفعول مطلق بيّنت نوع الدراسة لأنه جاء بعدها مضاف إليه. أو إذا كان المفعول المطلق معرفا بأل فهذا يأخذه مباشرة إلى بيان النوع. إذا كان المفعول المطلق واحدا مما ذكرنا هو لبيان النوع حكما، فإن لم يكن استبعد الطالب هذا الاحتمال وذهب إلى بيان عدد المرات. فإن كان المفعول المطلق مبينا لعدد المرات كان بها، وإلا فيكون الطالب قد استبعد إجابتين بشكل مؤكد ولا يبقى لديه إلا تأكيد المعنى، وتكون الإجابة لا شك فيها إطلاقا. مؤكد المعنى أول حالة، العدد. أنت يعني شرحت واستقبت لأنه عندما يليه صفة أو يليه مضاف إليه، فإذا أصبحت يعني المعاني متجهة باتجاه تبيين النوع. حاول أيضا أن يعني تعزز هذا الأمر في مجموعة من الأمثلة، أو يعني نحاول أن نطرح يعني عندما نقول اجتمع الرجال اجتماعا ما تماما. اجتمع الرجال اجتماعا، هنا نلاحظ أن المفعول المطلق اجتماعا ليس بعده صفة وليس بعده مضاف إليه وليس معرفا بأل، إذن استبعدنا بيان النوع. وهنا كلمة اجتماعا لا تحدد عدد مرات الاجتماع، لا يفهم منها ذلك، إذن استبعدنا بيان عدد مرات الحدوث، فلم يبقى عندي إلا تأكيد المعنى. تماما، هو إلى بيان النوع. أيضا هنا جاء بعده مضاف إليه فبقينا في بيان النوع. الآن لو انتقلنا إلى نقطة ثانية، ينوب عن المفعول المطلق مجموعة أمور، أولها كلمتا كل وبعض، ولكن مشروطتان أن تضافا إلى مصدر من لفظ الفعل الذي قبلهما. وهنا نلاحظ أن الطلاب يأخذون هذا الأمر بشكل دائم، يعني أينما وردت كلمتا كل وبعض يعربانها نائبا عن المفعول المطلق، وهذا ليس صحيحا، إذ هذا الشرط هو ما يجعلهما نائبين عن المفعول المطلق. الآن على سبيل المثال، فرحت كل الفرح، نلاحظ أن كلمة كل أضيفت إلى كلمة الفرح، وكلمة الفرح مصدر من لفظ الفعل الذي قبلها. طيب لو افترضنا أننا نزعنا كلمة كل من العبارة وأعدناها كما كانت، الأصل فرحت فرحا، فرحا هنا كانت مفعولا مطلقا منصوبا، ولكن جاءت كلمة كل وأخذت مكان المفعول المطلق وأضيفت إلى ما كان في الأصل مفعولا مطلقا، فأصبحت هي نائبا عنه. قد يكون النائب عن المفعول المطلق اسم الإشارة، وأيضا هذا الأمر مشروط بأن يكون المشار إليه مصدرا من لفظ الفعل، مثل أحببتك ذلك الحب، كانت الجملة في الأصل أحببتك حبا، ولكن جاء هنا اسم الإشارة
وأخذ مكان المفعول المطلق، والحب الذي هو المشار إليه هو مصدر من لفظ الفعل الذي قبله. وقد يكون المفعول نائب المفعول المطلق صفة للمصدر، مثال ذلك أذكر الله كثيرا. الأصل هنا أصل الجملة أذكر الله ذكرا كثيرا، فلدينا هنا ذكرا مفعول مطلق منصوب، وكثيرا صفة منصوبة. ولكن عندما حذفنا المفعول المطلق بقيت الصفة دون موصوف، وحذفنا المفعول المطلق فنابت الصفة عنه. الآن نستطيع أن نقول إنها هي نائب المفعول المطلق. في الختام لدينا ما دل على عددهِ، مثل درت مرتين. كلمة مرتين لأنها دلت على عدد مرات الدوران أصبحت نائبا عن المفعول المطلق. الآن قد يتساءل أحد الطلاب، ما الفرق بين درت مرتين وقبل قليل زرت المكتبة زيارتين؟ لماذا هناك هي مفعول مطلق وهنا مرتين نائب عن المفعول المطلق؟ نقول له هناك كلمة زيارتين دلت على العدد، ولكنها مصدر من لفظ الفعل نفسه، ولذلك هي مفعول مطلق. أما مرتين فدلت على العدد ولكنها ليست من لفظ درت، ولذلك عددناها نائبا عن المفعول المطلق. سأستعرض بشكل سريع، إذا لفظتا كل وبعض تنوب كل منهما عن المفعول المطلق إذا أضيفتا إلى مصدر من لفظ الفعل، أريحت كل الأراحي، كلمة كل نائب مفعول مطلق منصوب على الفصل بفتحة، والسبب أنها جاءت مضافة إلى كلمة الفرح وهي مصدر من جنس فرحي. أحببت ذلك الحرف أيضا تسمي إشارة على السكون في محل نصب نائب مفعول مشكور. يعطيك العافية أستاذ يوسف. أيضا يعني سنأخذ يعني استراحة صغيرة ثم نكمل في بحث آخر. استعرضنا جزءا من المنصوبات، المنصوبات كثيرة، وإذا أردتم أيضا أن نستعرض شيئا في بعد الاستراحة سندخل إلى جانب آخر، ربما نختار بحثا آخر. مشكور أستاذ يوسف، مشكور أستاذ لقمان، الله يعطيكم العافية.